ندخل في الموضوع مباشرة ونعرف إيه اللي تم في الزيارة وإيه اللي تم في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام. معانا المهندس محسن سعيد نائب رئيس الجهاز المركزي للتعمير. باشمهندس بنرحب بيك معانا في التاسعة يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. سانت كاترين منطقة سياحية حساسة شوية، يمكن حضرتك توافقني في النقطة دي، لأن هي منطقة تراثية وأثرية وبتضم يعني الأديان الثلاثة. إيه اللي تم في المشروع منذ توجيهات الرئاسية بتطوير منطقة أو مدينة سانت كاترين بوجه عام؟ هو طبعا زي ما حضرتك أشرت، كاترين هي المنطقة الوحيدة اللي في العالم اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى فيها. وطبعا لها تراث قديم من تاريخ الأديان كلها الثلاثة. توجيهات فخامة الرئيس كانت لدولة رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير إسكان بتطوير المنطقة بما يتناسب مع قيمتها، وفعلا تمت الدراسات كلها واتعملت الرسومات وكان بيتابعها فخامة الرئيس. وزي ما حضرتك شفت النهاردة كانت زيارة دولة الرئيس ومعاه لفيف من الوزراء زاروا المشروع، وهو تم فيه نسبة كبيرة منه يعني اتنفذت. المشروع يعني تم مراعاة الشكل البيئي والأثري لكاترين، والكلام ده كنا بننفذه مع مراعاة إخواننا أهالي المنطقة وفرحتهم العارمة بما يتم لصالحهم في كاترين، وإخواننا القساوسة في دير سانت كاترين، لأن زي ما حضرتك عارف دير سانت كاترين أقيم في المنطقة من 1600 عام. فكان إن التلاحم ما بين أهل المنطقة وما بين قساوسة الدير وما بيننا تم إنشاء ما سيادتك شفته، مركز زوار لاستقبال الزوار اللي هيو كاترين، ساحة كبيرة جدا لساحة السلام اللي يتم عليها إيفنتات الأديان كلها، مجموعة من الفنادق المتنوعة، في فندق جبلي 150 غرفة هيبقى 5 نجوم، عندنا نزل بيئي جديد 250 غرفة، هنطور النزل البيئي القائم، المنتجع الجبل اللي زاره دولة الرئيس النهاردة، كل مجموعة الفنادق المختلفة دي جاري التنافس بين 4 شركات سياحية لإدارتها إن شاء الله، بالإضافة إلى منطقة الإسكان السياحي في الزيتونة اللي زارها النهاردة دولة الرئيس. كل ده بيخدم إن شاء الله الزحف السياحي اللي هيتم على كاترين مع تطوير مطار كاترين ليستقبل الطيارات الشارتر، وبالتالي إن شاء الله هتشهد كاترين طفرة عظيمة جداً في السياحة واستقبال الوفود من كافة أنحاء العالم. الفندق اللي حضرتك أشرت ليه باشمهندس محسن اللي هو بيطل على الوادي اللي على هضبة فوق، صح؟ ولا ده المنتجع السياحي؟ أنا عايز أقول لحضرتك كل المجموعة اللي أنا قلت عليها دي كلها في منطقة واحدة اسمها منطقة وادي الراحة. ومنطقة وادي الراحة دي هي المنطقة المقابلة لجبل التجلي اللي هو الجبل اللي الدك عندما تجلى ربنا سبحانه وتعالى. المشروع كان كما هو يعني معروف بيتم من خلال 14 محور او 14 عنصر، صحيح؟ احنا عندنا طبعا بالاضافه للمنشئات اللي انا قلتها لحضرتك، احنا عندنا البنيه الاساسيه من المرافق، ميه وصرف وصحي وري وكهرباء وتليفونات او اتصالات وشبكات نت، بالإضافة إلى حماية، أنت عارف حضرتك
كاترين فيها سيول بتحصل، ايوه كانت بتعمل اثار سيئه، اتعمل مجاري للسيول تمشي فيها السيول بحيث تمر في من غير ما تعمل اي تلفيات لاي حاجه. لان المنطقه جبليه فطبيعي ان بيكون فيها مخرات سيول. في عندنا حضرتك مشروع ممشى وادي الاربعين، ده ممشى بيربط وادي الراحه اللي فيه المنشات اللي قلت لحضرتك عليها مع المدينه التراثيه بتاعه سانت كاترين اللي بيتم تطويرها ايضا من ضمن احد المشروعات اللي حضرتك اشرت اليها. الجهات المسؤولة عن المشروع أو بتتعاملوا مع أي جهات معنية خاصة بتنفيذ المشروع ده يا فندم؟ هو طبعا وزارة الإسكان هي المعنية بالتنفيذ في المقام من خلال الجهاز المركزي للتعمير اللي يتبعه جهاز تعمير سينا اللي بينفذ المشروع. وطبعا احنا بنتعاون احنا وكافة الوزارات المعنية، وزارة الآثار، وزارة السياحة، وزارة البيئة، جميع الوزارات المعنية بنتعاون في تنفيذ المشروع. هل نقدر نسأل على المستهدف من السياحة في المنطقة دي بعد إتمام المشروع؟ أنا بقول لحضرتك مع تطوير المطار ومع حجم الفنادق والأماكن السياحية اللي بتتم، إن شاء الله لن يقل عدد السائحين اليومي عن 5000 سائح بإذن الله. إن شاء الله. وده طبعا هم سياح من نوع معين اللي بيهتم بزيارة سانت كاترين. أنا عايز أقول لحضرتك إن العالم كله بيهتم يعني مش دينيا فقط وروحانيا، يعني كاترين مكان بين الجبال كلها، بتحس براحة نفسية جدا عندما تكون في كاترين، فهي سياحة دينية روحانية. حضرتك علاجية كمان، لان احنا عندنا الاعشاب والعلاج، الناس بتيجي من كافه انحاء العالم عشان الاعشاب اللي موجوده في سانت كاترين، بالاضافه لان اخواننا اهل المنطقه بيعملوا مشغولات يدويه، بيجي لهم برضه ناس كتير شفتهم هنا من العالم كله، لان حاجات كتير في كاترين يعني جاذبه للسياحه، ومنها عندنا حجم كبير من الوديان العظيمة اللي ما تلاقيش لها مثيل في العالم موجودة في كاترين. ففي هي منطقة الوديان من ضمن الحاجات اللي موجودة في كاترين. هي منطقة غنية بكل حاجة بصراحة يا باشمهندس، ويعني بنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في إتمام المشروع ده. وبنشكرك جدا باشمهندس محسن سعيد نائب رئيس الجهاز المركزي للتعمير.